السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على القناة. إن شاء الله في فيديو اليوم هنشوف مع بعض إزاي نوصل الريسيفرات القديمة على الشاشات الذكية اللي هي الشاشات السمارت. هنشوف مع بعض طريقة توصيل الريسيفر. طبعا الريسيفرات القديمة احنا عارفينها كلنا، تبقى المداخل بتاعتها أصفر وأبيض وأحمر. هنشوف مع بعض طريقة توصيل الريسيفر على الشاشة بعد الفاصل. وقبل كل شيء ياريت نوصل 5000 مشترك على القناة. بشكر حضراتكم لمتابعتكم للفيديوهات، وان شاء الله اول شيء هيكون معنا الوصلة اللي قدام حضراتكم 3x3 بين احمر واصفر وابيض. الوصلة دي تكون معنا، هنوصل في الريسيفر التلات بنون وفي ظهر الشاشة التلات بنون التانيين. واهم خطوة طبعا انا هوصل دلوقتي، اهم خطوة طبعا هيكون معنا دي شاشة LG سمارت. هندوس على الزرار اللي هو عليه زي فيشة كده، هوريلكم طبعا، هعرضلكم صورته في الفيديو. هنضغط عليه، هتظهر لنا قائمة بالشكل ده قدام حضراتكم. هيكون واصل معايا الوصله في ظهر الشاشه، هيظهر معايا الاي في، مدخل الاي في ده اللي هنشتغل عليه. وفي ريسيفر قصدي وفي شاشه هتظهر مع حضراتكم برضو هي بريفيكس، وهوريكم ازاي بنوصل عليها الريسيفر العادي. ظهر قدام حضراتكم دلوقتي مقطع الفيديو الخاص بيها وصوره الريموت، وازاي بنختار من الريموت الخيار اللي بيودينا على المدخلات بتاعت الشاشة، ومن خلاله بنختار AV. هوصل الريسيفر وارجع لحضراتكم. دلوقتي انا وصلت الريسيفر بالشاشة، ولما اضغط على الزرار الخاص بالمدخلات بتاعت الشاشة ظهر واضح معانا خيار الـ AV3 اللي هو المدخل 3x3. ولو نزلنا عليه واخترنا كده خيار المدخل اوكي، كده احنا حولنا على زي ما ظهر قدام حضراتكم على الريسيفر القديم. وقدام حضراتكم انا هقلب دلوقتي من الريسيفر قنوات قدام حضراتكم، ده بخصوص الريسيفرات القديمه عشان تشتغل على الشاشات الحديثه. بنعمل الخطوات اللي قدام حضراتكم، بنضغط على زر الانتقالات في الشاشه، و الفيشة اللي قدام حضراتكم مكتوب تحتها 3AV ديت هي اللي بتكون خاصة بالريسيفرات القديمة. وطبعا صديقنا طلب مني على القناة في فيديو توصيل الريسيفرات الحديثة بقى الـ HD على التلفزيون العادي، طلب مني ازاي يوصل الريسيفر القديم بالشاشات الحديثة. فبنختار الخيار AV من زر الريموت بتاع الشاشة، وبتظهر معانا شاشة الريسيفر القديم على الشاشة الحديثة. وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. بشكركم والسلام عليكم.